منتخب رفع الأثقال البارالمبي المصري قدر أنه يحصد 9 ميداليات متنوعة وتصدر مراكز أولى في منافسات بطولة كأس العالم بالمكسيك. كمان كان في إشادة كبيرة جدا من مستوى أداء أبطالنا في المنافسات. حياة جمانة، إنجاز مصري رياضي جديد. تعالوا نتعرف مع حضراتكم على تفاصيل أكتر. معانا على الهاتف الأستاذ محمد يحيى، رئيس بعثة مصر في كأس العالم بالمكسيك. صباح الخير على حضرتك وبنهنيك على هذا الإنجاز. صباح الخير على حضراتكم وصباح الخير على كل مشاهدينكم الكرام. طبعا انا بشكركم جدا على اهتمامكم ببعثه المنتخب رفع الاثقال البارالمبيك اللي كانت في كاس العالم في المكسيك. طبعا دي كانت كبرى البطولات الموجوده في البطوله المؤهله لان شاء الله اولمبياد باريس اللي هتبقى بعد الدوره الاولمبيه على طول، تبقى الدوره البارلمبيه بعدها بحوالي اسبوع او 10 ايام ان شاء الله. يمكن اللي اتحقق المره دي كنا طالعين بتسع لاعبين، الحمد لله التسع لاعبين جابوا ميداليات متنوعه، فقدرنا الحمد لله ناهل عدد كبير من اللاعبين رفع الاثقال للدوره البارلمبيه، ويمكن في جزء كمان هيطلع كمان اسبوعين ان شاء الله. طب حابين نعرف تفاصيل الميداليات استاذ محمد، يعني ما بين طبعا ذهبيه وفضيه برونزيه، كلمنا عن عدد الميداليات دي وتفاصيلها اكتر. طبعا كان عندنا عدد ميداليات جميل جدا في البطوله دي. بدانا طبعا بإناس الجبالي اللي احرزت ميداليه ذهبيه في اول الايام في البطوله بتاعت المكسيك. طبعا إناس من اللاعبين الناشئين او اللاعبين اللي لسه كانوا منضمين حديثا، الحمد لله قدرت تكمل مراحل التأهيل بتاعتها عشان خاطر ان هي تبقى تتأهل للدوره الاولمبيه، ولسه ما كانش بقى لها كتير في المنتخب رفع الاثقال، لسه منضميه بقى لها حوالي سنه ونص تقريبا، لكن قدرت انها تحقق وقدرت توصل بالتمرين والتدريب والدعم بتاع اللجنه البارلمبيه ليها عشان خاطر تقدر ان هي تحقق انجاز حلو وتقدر تبقى من ضمن توصل للثمانيه، افضل ثمانيه في الرانك بتاعها العالمي عشان خاطر تقدر تبقى الحمد لله تتاهل وتاخد ميداليه ذهبيه وتتاهل لدوره الاولمبيه ان شاء الله. يمكن اللي هيحدد بعد كده هي بطوله جورجيا للبطوله الاخيره، خاصه ان في هيبقى برضه في مشاركين من دول اخرى، كله بيسعى انه بيكسر الرانك العالمي دوت عشان خاطر يقدر يخش في الثمانيه اللي هم العظماء اللي هيوصلوا للدوره البرلمبيه ان شاء الله. بعد كده جه عندنا في أميمة عمر احرزت ميداليه برونزيه برضه وزن 50 كيلو جرام. وطبعا عندنا في طه عبد المجيد قدر يحرز الميداليه الفضيه وزن 54 كيلو جرام. ومحمود صبري قدر يحرز الميداليه الذهبيه بوزن 80 كيلو جرام. وفي يعني وصلنا لعدد كبير جدا في الميداليات. وهادي صمويل دوت طبعا فاز بالميداليه الفضيه بوزن 49 كيلو جرام. وفي امان الدسوقي فازت بالميداليه الفضيه برضه وزن فوق 86 كيلو جرام. وكده يعني انا شايف ان كان في نجاحات كثيره جدا في البطوله دي، اهمها كانت التغلب على صعوبة السفر وصعوبة الوصول للمكسيك، لان المكسيك دولة بعيدة جدا. عايز ابلغ حضراتكم ان احنا يمكن ركبنا ثلاث طيارات عشان خاطر نوصل للمدينة اكابولكو اللي هي كانت فيها طبعا مشقة كبيرة جدا. يا فندم سريعا جدا يا استاذ محمد بعد اذنك، ابرز الدول المشاركة وابرز كمان الدول المنافسة لينا. طبعا الابرز الدول اللي كانت مشاركة في البطولة كانت دولة المكسيك، كانت اكبر بعثة بالنسبة لكم كانوا موجودين، ويليها في من كوبا ويليها في تشيلي، ونفس الامر برضو كان في من دول اخرى كتير كانت مشاركه في البطوله وفي دول اوروبيه كمان. لكن الامر يعني لسه في فرصه كمان، عندنا 9 لاعبين تانيين هيسافروا ان شاء الله خلال اسبوعين هيبقوا في الدوره بطوله العالم في جورجيا. دي طبعا اخر بطولات المؤهله اللي بتحدد الرانك العالمي. طبعا يعني انتوا رفعتوا راسنا يا استاذ محمد، اظن يعني المقاطعه، ولكن احنا فخورين جدا بيكم، نتمنى لكم كل التوفيق كمان في بطوله جورجيا. نشكر طبعا استاذ محمد يحيى، رئيس بعثه مصر في كاس العالم بالمكسيك.